الميليشيا الحوثية زرعت الألغام في أوساط أمواج البحار وسلاحف الصيادين، وكذلك في المزارع الألغام الذي زرعت في البر وفي المزارع سلاحف المزارعين. موت الميليشيا الحوثية لم يسلم منه أحد، لا لم يسلم منه الصيادين في البحار، ولم يسلم منه المزارعين حتى في أوساط مزارعهم، ولم يسلم منه المدنيين حتى في شوارع أحياء المسكنية، ولم يسلم منه حتى الطلاب في المدارس ولا المصلين في المساجد. الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية في جميع الأحياء السكنية، في جميع المزارع، في جميع الوحدات الصحية، لم يسلم منه أحد. الموت الذي تمارسه الميليشيا الحوثية بأنواع وأشكال مختلفة من الألغام الفردية، وكذلك الألغام المعدات وألغام السيارات، ألغام القوارب، لم يسلم منه أبناء الحديدة، وأبناء الحديدة هم من دفعوا ثمن أكبر من المحافظات الأخرى. نعم، رغم الحديث عن السلام وإعادة الانتشار، إلا أن الميليشيات تمضي في كل ذلك، وأيضا تمضي في خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به منذ إعلانه. كيف يمكن فهم ذلك؟ الميليشيا استغلت فرصة الهدنة من طرف واحد، وعملت على تكديس الألغام في البحار، وعملت على تكديس الألغام في المزارع وفي المناطق التي تسيطر عليها، حتى المناطق، بعض المناطق القريبة منها التي تسيطر عليها قواتنا أو القوات المشتركة، تقوم بالتسلل الليلي وزراعة الألغام في الطرقات الآمنة. والميليشيا الحوثية ما زالت تستمر في الخروقات المستمرة في الحديدة في جميع المحاور، وكذلك تقوم بالتصعيد، حتى أنها تقوم بشن هجمات بين الحين والأخرى على مناطق مختلفة ومحاور مختلفة، كذلك تستهدف المدنيين في مدينة حيش، في السحيتة، كذلك في الجبلية، كذلك في الدريمي، وفي جميع المحاور المختلفة في الحديدة. الميليشيا ما زالت تمارس أبشع الجرائم ضد المدنيين، وكذلك تستهدف قواتنا والقوات المشتركة، وكذلك تقوم بهجمات مستمرة ومتكررة شبه يومية، ولم تحمل في نواياها اتجاه هذه الهدنة إلا قتل المدنيين والأطفال والنساء، وتستغل الهدنة من طرف واحد اللي هي من طرف قواتنا الملتزمة بهذه الهدنة. فالميليشيا تستغل هذا الوضع وتقوم بزراعة المزيد من الألغام واستهداف المزيد من المدنيين، استهداف المزيد من الأطفال والنساء. والميليشيا الحوثية تعتبر أنها هي الطائفة الإرهابية التي حققت أهداف لم يحققها التنظيم الإرهابي العالمي. نعم، إذن وكما ذكرت، تتعمد الميليشيات استهداف المدنيين ولم تستثني في جرائمها حتى الأطفال الذين تتعمد استهدافهم بعمليات قنص. كيف يمكن حماية المدنيين؟ هي ما زالت تستهدف المدنيين في الحين والأخرى. المدنيين الذين كانوا ناشد الهدنة فرحوا بالهدنة الإنسانية لإنقاذهم، فإذا هم تفاجئوا بأن الهدنة الإنسانية تزيد من استهدافهم، تزيد من قصفهم، تزيد من تساقطهم. وحتى الآن، حتى يومنا هذا، والميليشيا الحوثية ما زالت تقصف المدنيين في مدينة حيش في الساعات الأولى من هذا اليوم، وكذلك في منطقة الجبلية، وكذلك في منطقة التخيتة. وهذه المناطق، هذه المحاور تعتبر هي المحاور التي تقوم فيها الميليشيا بشكل يومي استهداف المدنيين والأطفال والنساء، وسقوط العديد في من أول ساعات الهدنة السريان مدة الهدنة، وحتى الآن سقط المئات من المدنيين. مأمون المهجمي الناطق باسم قوات العمالقة، شكرا جزيلا لك.